لكن هم في اتجاه اخر عندهم اللي هو اللي هو ان احنا نمشي على نظامهم، ان في بيبقى كم من الذبايح او اشوله الرز او زفر وحاجات معينه زي العزومات، ومش يعني كل محافظه على حسب وما ينفعش سلوكهم. مثلا ناس من وجه قبلي الصعيد وانا مثلا هنا وعامله لهم عزومه على سي فود، الله طب فين اللحوم وفين المشاوي وفين وفين البط والدرومي، فعلى حسب. لكن تعالى مثلا بتوع وجه بحري وعملوا لهم عزومه على سي فود، هو ده المطلوب. ليه؟ هو فاهم ومقدر وعارف، التاني فاهم ومقدر بس مش ده المفضل بالنسبه له. فعشان كده الاتيكيت بيقول لك انت فين ومع مين؟ صح. نرجع بقى تاني لموضوع عزومتنا. طيب هنفترض ان العزومه دي لحد من المقربين، انا بسال اجيب ايه واجي امتى؟ اجي امتى دي مهمه قوي. طبعا بتروح بدري. لا ما هو انت ممكن ضلوا قاعدين بقى كده تبقى ستر سبع. هنفترض ان البيت فيه محجبات. طبعا. بس بوجود حضرتك هيعمل قيد، هي بقى هتلبس لبس اللي هتستقبل بيه اللي جايين، ولا هتقف باللبس اللي هي بيه في المطبخ، ولا هتعمل ايه؟ هو الموضوع من اوله نحط خطه. لو انا اللي عازمه او انا المعزومه، لو انا اللي عازمه بيتي يبقى جاهز لاستقبال اللي جايين وقبلها بفتره، وانا ابقى جاهزه انا واللي في البيت. واروح استقبل ضيوفي بابتسامه عريضه وانا اللي افتح لهم الباب، واكون مجهزه لكل واحد الكرسي بتاعه يعني مكان. طب لو نفترض يجي يدور على حته هيقعد فيها، اصل هنقعد ناكل قعدوني فين وهنستمتع، وانا عايزه اعمل عزومه كبيره مش ورطه كبيره. فلازم ابقى عارفه مين اللي جايين. لو العزومه فيها طنط وانكل وناس كبار وعمتي وخالتي وعمي والكلام ده، دول لازم يقعدوا ولازم يبقى الاكل قدامهم على الترابيزه. طب لو العزومه اصحاب وزمايل وكلنا من سن واحد وهنعملها مثلا حد فينا عنده تراس فقال تعالوا انا عندي مساحه، عندي جنينه، عندي كذا، اوكي. فالوضع بيبقى مختلف. ليه؟ انا في الحاله دي انا ممكن اعمل بوفيه واعمل اطباق، كل واحد يعمل الطبق هيلب يور سيلف، كل واحد يساعد نفسه ويعمل الطبق بتاعه والموضوع يبقى خفيف. في عزومات اخرى زي مثلا هنحتفل بعيد ميلاد فلان فهنعمل عزومه عنده، او عزومه رمضان، او عزومه العيد اللي بتبقى تقليديه في بيت الاهل. أو دي بيبقى فيها كحك دي بتاعت العيد مثلا، او مثلا انا طلع في دماغي يا جماعه انا عامله لكم عزومه على بط يبقى ده الرئيسي، انا عامله عزومه على حمام يبقى ده الرئيسي، احنا عاملين على فسيخ ورنج يبقى ده الاتجاه. اوكي بس فانت فين ومع مين والعزومه على ايه؟ مش مطلوب عليها 300,000 حاجه طالما في ثيم، طالما في الا العزومه بتاعه النسايب اللي فيها بيتعرفوا هي اللي بيبقى فيها شويه من استعراضات. ليه بقى استعراضات؟ مش بس الاكل والخامات والكلام ده، لا احنا بنعرف نطبخ. لا بس في حاجه، في ناس ممكن ما تكونش بتحب الفسيخ مثلا والرنجه، لازم يبقى عندك سايد ديش.